اهلا يا حارث. صباح الفل يا ابو صلاح. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا زين؟ ده كمان. اهلا وسهلا. اتفضل. اهو ده يا رجاله. ايه؟ طمنوني بقى، ايه الاخبار؟ كله تمام. انا وزين النهارده هنروح نقابل الباشا الكبير. ايه؟ هتقابلوا الباشا الكبير النهارده؟ ايوه. هو وافق يقابلكم؟ ده عدلي قال لنا ان الباشا بذات نفسه هو اللي طلب انه يقابلنا. عدلي؟ هو عدلي هيقدر معاكم المقابله دي؟ ايوه، ما هو انا وزين هنعدي على عدلي في المكتب على الساعه 5، وهو اللي هياخدنا يودينا للباشا. الساعه 5؟ هايل يا حربي، هايل. هو ايه ده اللي هايل يا متر؟ ده الباشا الكبير يا عم صلاح، الباشا بتاع عدلي ورشوان وعزام وعنتر، اللي هم اصلا بالنسبه لنا احنا باشوات كبار قوي. تخيل بقى لما يبقى الباشا ده هو الباشا الكبير بتاع الباشوات دول كلهم. الله، ده راجل ده احنا نفدنا بعجوبه من غدر اللي اسمه رشوان ده. هنروح فين احنا في الناس دي يا عم صلاح؟ شوف يا زين، طالما هو اللي طلب بنفسه انه يقابلكم يبقى ابتدى يهتم بيه. وده حلو بقى ولا وحش؟ والله على حسب. على حسب ايه يعني؟ يعني لو هيستفيد منكم وتبقوا رجالته هيبقى حالكم عالي العال، ولو مش هيستفيد في الحالة دي هيحاول يتخلص منكم بأي طريقة، خصوصا بعد ما عرفت عنه كل حاجة. يا نهار اسود ومنيل بستين نيلة. طب ودي احنا هنعرفها ازاي دي؟ الله يخرب بيتك يا حربي. دي مش بتتعرف يا زين، دي بتتلعب. الراجل الكبير لازم يحس انكم تقدروا تخدموه، وانكم مستعدين تعملوا أي حاجة علشانه، وإن مصلحته معاكم أنتم، وإن القلق اللي حصل في الفترة الأخيرة دي سببه إن اللي حواليه مش اللي هما، وإنكم أنتوا جيتوا أنقذتوا الموقف، مستعدين تكملوا معاه وتبقوا رجالته ورهن إشارته. لازم يحس إن قلبكوا حديد ميت، وإنكوا عايزين تفيدوا وتستفيدوا. وتفتكر إن ده ممكن يحصل أبو صلاح؟ ما إحنا قلنا قبل كده يا حربي، سلمة بتوصل لسلمة. أيوة، بس دي سلمة صعبة أوي يا متر، صعبة أوي. واللي بعدها أصعب، واللي بعدها أصعب وأصعب، لحد ما توصلوا فوق، فوق أوي. ساعتها محدش هيقدر يمسكم ولا هو بناحيتكم. يا سلام يا سلام لو ده حصل يا أبو صلاح، ده أنا ساعتها عامل لك تمثال. أنا مش عايز تماثيل يا حربي، أنت عارف كويس أوي أنا عايز إيه. وعشان اللي أنا عايزه يحصل لازم الأول توصلوا اللي انتوا عايزينه، تركبوا على كتاف الناس دي كلها. يعني الباشا هيقابل العيال دي النهارده؟ هيروحوا لعدل بيه في مكتب الساعة 5، ياخدهم يطلعوا على مزرعة عند الباشا يجيبوا لهم. انت رايح معاهم؟ لا لا، أنا ولا أنت. لو كان الباشا عايز يقابلنا كان جاب لنا. على الله يدفنهم بالحياة زي ما عمل مع رشوان ونخلص منهم. يا ساتر على قلبك الأسود. أنا قلبي الأسود؟ ليه؟ أنت مبسوط قوي إن عيال زي دي تطلع على كتاف أنا وأنت يا عنتر ويوصلوا للباشا الكبير؟ العيال دول جدعان، ممكن نستفيد منهم. جدعان؟ لا، الحكاية دي شكلها مش حلوة يا عنتر. مش حلو ليه؟ أنت فاهمني كويس يا عنتر. أنت حاسس باللي أنا حاسس بيه، بس بتحاول تداري قلقك من العيال دي كونها في وسطينا. انت ناسي اللي حصل لرشوان يا عنتر؟ اللي حصل لرشوان ده ان عقله تخين متهور، بس برضه واحد مننا وقع بسبب العيال السعرانه دي، وادي دقنا اهي لو سابونا في حالنا. العيال دول عايزين ياكلوا لقمه حلوه، مفيش مانع يعني يشتغلوا معانا، وصلونا البضاعه لحد مخازننا وياخدوا لهم قرشين. قرشين؟ ليه؟ وهو نصيب رشوان قرشين برضه يا عنتر؟ لا، العيال دي بصوا لفوق قوي وطموحهم اكتر من كده بكتير. بلاش بلاش تبص للعزل يا رشوان، هلا يحصل لك زيه يا اخي. فال الله ولا فالك، يا ساتر عليك. المهم دلوقتي بعد اللي حصل لرشوان وحنفي، تفتكر الباشا الكبير هيمسك المسابك لمين؟ خبرش هيشوف اي حد ومسكات. انا الحقيقه يعني شايف اصلح واحد للحكايه دي هو انت يا عنتر. انا؟ ليه ما يكونش انت؟ يعني ما انا وانت واحد، وهو الباشا دلوقتي مش هيلاقي قصاده غير انا وانت، اكيد هيديها لحد مننا.
يا سيدي للباشا هديها له حلال عليه، تبقى لقمة حلوة. بقول لك يا عنتر، إيه رأيك لو نقسم اللقمة دي سوا؟ نقسمها كيف يعني؟ يعني نكلم عدلي، عدلي يكلم الباشا، يدينا المسابك أنا وأنت نبقى شركة فيها، وإحنا طول عمرنا متفاهمين وعمرنا ما اختلفنا مع بعض. أنا ما عنديش مانع، بس لو الباشا وافق. هو الباشا مش هيوافق ليه؟ الله، هو فاضل له حد غير أنا وأنت؟ إلا بقى إذا كان في دماغه نظام تاني. أنا ما أعرفش إيه اللي في دماغه، هو مش ناوي أعرف. اللي عايز يعمله الباشا هيعمله. أقول لك إيه؟ أقوم أنا أروح أرتاح شوي، ويمكن عد عليك هنا بالليل، إيه؟ ألم فين؟ حاضر يا باشا. ايوه عدلي بيه، ازاي سعادتك؟ هو انت موجود في المكتب؟ طيب نص ساعة كده وهعد عليك. واضح ان عزام بيرسم انه يطلع بالمسابق بتاعت رشوان يا عنتر بيه. باين كده يا مفيد، باين كده. وسعادتك هتسيبه ياكل الكعكة لوحده؟ يشفطها؟ والله لو عايزني اشاركه انا ما عنديش مانع. بالفلوس بس يا باشا، لكن الإدارة تفضل في ايد سعادتك. عزام ده غلاوي وقلب اسود وبيشيل وما يتضمنش يا باشا، ده حفيد ابليس على الارض، علشان كده مش لازم تسيب رقبتك تحت رجليه. عندك حق يا مفيد، عندك حق. بقول لك يا اشقر، انت ايه رايك في اللي قاله ابو صلاح؟ والله لو مشيت زي ما قال يبقى زي الفل. طيب روح انت على المستودع وانا شويه كده هرد عليك. وانت رايح فين؟ مشوار كده في السريع. طب ما تاخرش بس، عندنا ميعاد مع عادل. ماشي، سلام. سلام يا صاحبي. تاخدهم كلهم بعربية ترحيلات على النيابة يا رؤوف، أول ما توصلهم بلغني باللي حصل. مع السلامة. اتفضل. أهلا أهلا سيادة اللواء. إيه الخطوة العزيزة دي؟ ربنا يخليك. اتفضل يا بابا، اتفضل. اتفضل يا سيدي. من زمان يعني ما عملتهاش. وأديني عملتها يا سيادة المقدم. مع اني وانا نازل الصبح من البيت حضرتك ما قلتليش انك هتجيلي الشغل. اه. الحقيقة في موضوع عاوز اتكلم معاك فيه. بس ما ينفعش في البيت قدام منى واماني. قلت اجيلك هنا عشان نتكلم براحتنا. انا معطلك عن حاجة؟ لا لا ابدا. هو سؤال وعاوزك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحة. في يا بابا. انت هددت اللي اسمه حربي ده وطلبت منه يبعد عن اختك؟ ايوه. أقدر أعرف ليه؟ واد صايع وبلطجي ورد سجون، وأنا ما أحبش إنه يكون له علاقة بأماني حتى لو كان شغل. تفتكر يا أكرم إن في بين أماني والولد ده أي علاقة غير الشغل؟ لا طبعًا. هي صحيح أماني عنيدة ولسه صغيرة، لكن ده مش معناه إن يبقى في علاقة بينها وبينه أبدًا. وبعدين أنا مش قلقان من أماني، أنا قلقان منه هو. في يا بابا، هي أماني قالت لك حاجة؟ الحقيقة يا أكرم أنا امبارح اتكلمت مع اماني بخصوص حربي ده، حسيت انها متحمسه ليه اكتر من اللازم. صحيح اختك عاقله وملتزمه، لكن دي بنت، احاسيسها بتتحكم فيها اكتر من عقلها. انا شايف انها معجبه بالولد ده جدا. معجبه بمين؟ بالحيوان ده؟ اكرم، مش عاوز احس ان انا غلطت لما جيت اتكلم معاك. يعني حضرتك عايزني اسمع الكلام ده ودمي ما يفرش؟ ده مجرد احساس لما اتكلمت معاه، وجايز احساسي ده يكون غلط. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انك ما تفتحش الموضوع ده تاني مع اماني، والولد اللي اسمه حربي ده مالكش دعوه بيه. ابعد عنه خالص، لانك انت بعمايلك دي هتخلق منه بطل في نظر اختك، وهتتمسك بيه اكتر واكتر. يعني حضرتك عايزني اشوف الغلط واسكت عليه؟ أنا عاوزك تسيب الحكاية دي عليا أنا. أنا هتابع الموضوع مع أماني بعقل وبهدوء وواحدة واحدة، لحد ما أنجح في إن أنا أشيل الولد ده من دماغها خالص. توعدني يا أكرم؟ حاضر يا سيادة اللواء. أنا هنفذ كل اللي أنت عايزه.
وهدي لك فرصة تخلص الموضوع ده بطريقتك. بس قسما بالله العظيم لو ما قدرت تنهي علاقة الولد ده بأماني لحنسفه من على وش الدنيا نسف وحس حلو. عيبك يا أكرم إن الحل السهل اللي قدامك هو السحل والتعذيب، وده غالبا يا حضرة الضابط ما بيبقاش حل، وفي معظم الأوقات بيجيب نتيجة عكسية، وإلا كان اللي اسمه حربي ده خاف لما تهدد وبعد عن أماني لما عرف إن أختك. وأماني زي ما أنت عارف عنيدة، كل ما هتأذي حربي ده هيعليه في نظرها وتتمسك بيه أكتر وأكتر. أكرم، سيبنا اتصرف في الموضوع ده بطريقتي أنا، المهم عينك على حربي ده بس من بعيد لبعيد ومن غير ما يحس بحاجة، وأختك كمان ما تحسش بأي حاجة. أمرك أمرك يا سيادة اللواء.